الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم حبايب قلبي المستمعين على إذاعتكم وموجتكم السعودية ألف ألف أف أم، حلقة جديدة من برنامجكم طلابة ألف اللي زي ما عودناكم يطلع عليكم يوميا من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية. رح أكون أنا معكم في سحر عبد الله. زي ما عودناكم كل يوم يكون معانا ضيف جديد وموضوع كمان جديد عشان صحتكم جدا اتهمنا. هل الأمراض، قبل لا أدخل في الموضوع وكل شيء رح أسأل، هل الأمراض زادت أم أجسامنا صارت أضعف؟ اليوم رح نتكلم عن أسباب إصابتنا بالأمراض طبعا من ناحية التغذية، بس قبل كل شيء أذكركم أن تقدرون تتواصلون معانا عن طريق الرسائل النصية STC 847700، بالنسبة للمشتركين موبايلي 640-660، وأخيرا زين 746-262. تقدرون كمان تتواصلون معانا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك على ALIF ALIF FM. رحب بضيفتنا لليوم. اليوم راح يكون معانا ضيفتين، الدكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية والدكتورة فيفيان وهبي أخصائية التغذية العلاجية والسمنة. أهلا وسهلا فيكم دكتورة رويدة ودكتورة فيفيان. أهلا فيك. أهلا وسهلا، منورين. يا هلا، منور فيك يا سحر، ما شاء الله الطاقة اللي عندك تخلي طاقة في كل المكان. حلو، خلاص نختم. طيب خلاص نبدأ، صار عندنا طاقة دحين منك. طيب كويس، الحمد لله. أهم شيء الطاقة الإيجابية، احنا دائما نعيد ونزيد طبعا على الناس. يعني خليكم، حتى أنا أوقات أطلع على الهواء الساعة 5 في سد السلاطين وأقول لهم يا سلام والله اليوم مغيم الجو، فيطلعون ايش اللي مغيم انت وما ادري ايش انت اقول لهم حسسوا نفسكم ان الجو حلو، اطلع خذ لك كوب قهوه كوب شاي الساعه 5 خذ لك لفه. صح صحيح. يعني الحمد لله على كل حال. طيب دكتوره فيفيان، دكتوره رويده، وطبعا انا بديت الكلام وقلت انه الامراض زادت او اجسامنا صارت اضعف، الامراض ايش بالضبط؟ يعني اللي هي الامراض اللي نحس فيها يوميا، الانفلونزا، تعب الجسم، دائما نسمع جسمي مكسر، ولا ارهاق، ولا ايش بالضبط؟ يعني حضرتك اخترت الموضوع، راح اسلمك المايك. هذا الموضوع حيكون الموضوع اللي حتحدث فيه في مؤتمر التغذية الرابع ان شاء الله المقام في دبي. حلو. يوم 27 و28 ان شاء الله باذن الله. يعني الموضوع جدا مهم، لانه كثير بيقول لك انه الامراض زادت ويعتبروها غضب من الله، ويعتبروها افلام يعني كذا يحطوا عليها. طبعا الأمراض كل شيء بيد الله طبعاً، والأمراض كان في وقاية. أيوة. الأمراض والفيروسات والميكروبات موجودة طول عمرها، لكن اللي حصل إنه زمان كان يعني زي دوبك بتقولي لي مثلاً على حكاية إنه الساينسز أو الحساسية. يعني الحساسية موجودة طول عمرها، بس زمان ما كان في الأراضي ما كانت مفروشة مثلاً سجاد. صحيح. اللي هي العوامل تخلي إنه يتسد خشمك أو إنك ما تقدري تتنفسي. ما كان في يعني الألوان، البويات هذه كلها بتعطي روائح أنت يمكن ما بتحسيها لأنه بنتعود عليها مع الوقت. لكن الواحد كل ما يصحى من النوم فعلا بيحس بالله، أنك أنت نايمة في غرفة أكيد التكييف يعني مقفل الشبابيك، الغرفة ما هي مفلترة، فالمكيف شغال طول الوقت. شوفي قد إيش المكيف، أنت لو فتحتي وشفتي اللي جوا المكيف تشوفي قد إيش مجمع غبرة. طب الغبرة هذه أساساً بتطلع برضها مع الهواء علينا. صحيح. والواحد يستنشقها وهو بتستنشقيها. أيوه. فإحنا ما إحنا متعودين، تلاقي إنه ممكن ما يكون عندك حساسية، بس من كثر الأشياء هذه مع عمال بتستنشقيها كلها بتأثر عليك. ولا إيش رأيك بالجيم؟ مظبوط. يعني هو في تغير مثل ما نحن هلأ وين عايشين، الجو الخارجي، التلوث البيئي، كتير إشياء هي عم تأثر على مناعة الإنسان. حتى بتلاحظي من الصغار للكبار لكل الأعمار عندهم مشكلة بالمناعة، يعني كتير في حالة مرضية عالية المناعة، مثل ما كنت أنت عم تقول الفلو والرجع، حتى أمراض تانية يعني بتجي بالأعصاب، وهالإشياء كلها عم تجي بسبب المناعة. فهون عشان هيك اليوم حبينا نحكي عن الأسباب، نقارن بين قبل وبين هلأ، بين الأكل قبل وحتى الأكل هلأ قديش عم يختلف. حتى أنا يعني هلأ التكنولوجيا حلوة أكيد، وفي كتير إشياء عم بتسلي الإنسان يمكن،
بس زمان مثلا ما كان موجودة هالتكنولوجي كلها، بس ما كان عندهم هالأمراض اللي هلأ عم نعاني منها، من أمراض مناعة لأمراض مختلفة. صحيح. فأكيد في تغيير أكيد كتير كبير من أول لهلأ. يعني من أسباب، يعني أكيد في أسباب كثيرة إصابتنا بالأمراض، وزي ما قلنا جسمنا أصبح أضعف، ومنها طبعا المكيف زي ما حضرتك ذكرت. يعني ممكن طبعا الواحد أكيد ما حيقدر ينام من غير مكيف أو يجلس من غير مكيف. مزبوط. بس أكيد في وقت النهار، يعني أنت فكري في جسمك، شوفي أنت جسمك قديش تعملي له صدمات. يعني أنت بتصحي الصبح على درجة حرارة معينة، بتخرجي من البيت لغاية لما توصل السيارة بتكوني هبطتي في درجة الحرارة، من درجة حرارة باردة لدرجة حرارة يعني سخنة تكون. دخلت السيارة السواق يدو مشغل لك المكيف فيها، دخلت فيها باردة، جسمك نفسه ما لحق يتكيف مع البيئة الجوية اللي انت عمال بتحطي فيها قاعدة له. عارفة زي لما تعملي switch on switch off، تشغلي وتطفي في حاجة تتحرق ولا ما تتحرق في أكيد الأخير. أكيد صح. فكويس انه جسمنا مو شغال بفيوز. لكن شوفي دكتورة، احنا نبغى كانت حرق يعني. يعني انا فاهمة معاكي، بس يعني احنا نبغى يعني نجي يعني مثلا نجيب ابسط الحلول. يعني الواحد ما حيقدر، مستحيل يعني مهما قلنا الجو حار. مزبوط. لكن مثلا زي المكيف قلتي الغبرة اللي تتجمع فيه، ممكن الواحد ينظف المكيف مثلا كل اسبوع بشكل يومي، يفك او كل يوم او بشكل يومي او كل يومين ثلاثة، يعني يفك الشبابيك بشكل يومي بحيث انه يتغير. يعني هو النظافة العامة مثلا والهايجين مثل التنظيف بالبيت هيدي كتير إلى دور. وتاني شيء ممكن نحن نحمي حالنا باسلوب اكلنا وغذائنا وصحتنا، ونحن شو عم نعمل بحياتنا. يعني فينا هلا نحكي بكذا شغلة ممكن نحن هي عم تضعف لنا المناعة، كيف فينا نحن ناخذ وقاية من هيدا الموضوع. يعني احنا دحين بدأنا بالاشياء اللي عمال بتضعف. صحيح. اكيد يعني بدانا بهذه وقلنا يعني في حلول. نفس الشيء التغذيه، يعني اكيد الواحد ما حيحرم نفسه كمان من كل الاكلات، لكن يحاول قد ما يقدر. قبل كده تكلمنا انه يغير اللايف ستايل حقه، طريقه يعني يحاول انه الفطور، تكلمنا انه وجه العادات كالفطور ضروري. صح. يعدل نومه، لان كمان حتى لخبطه النوم برضو بتجيب طبعاً. نفس يعني اظن من اسباب زياده الامراض قله النوم ولخبطه النوم بتعمل لك توتر، والتوتر بحد ذاته بيضعف لك مناعه جسمك. فعشان كده لو تلاحظ ان هي حلقه كلها متصله في بعضها، يعني ما فيش حاجه يعني سبب تقدري تفصلي عن سبب تاني، كلهم بيؤدوا لنفس الشيء. يعني انت لما بتصحي مصدع ما بيأثر على المود حقك وبيأثر على نفسيتك، وبتفضلي يعني لا شعوريا عامله كده انك مكشره بسبب الصداع. صحيح. فانت حطيتي نفسك بمود سيء وبطاقات سلبيه، فهذه كلها بتخلي جسمك عرضه انه يصاب يعني انا انت مثلا لو جيتي دحين وانت نفسيتك حلوه ومعنوياتك عاليه وقلت لك كلمه، ممكن لو انت قلت لك نفس الكلمه في وقت ثاني انت تكون معنوياتك يعني اقل اتاثر. ايوه. هتتاثري وهتتخانقي معايا. لكن لما تكوني مبتسمة وبتتلقى أي حاجة بشكل حلو، نفس الشيء جسمنا مع الفيروس يعني. طيب صحيح. اللي هي طبعاً. مثل نفسيا يعني حتى كمان في مراكز عم تنعمل برا بالعالم بتعالج الأمراض اللي لها علاقة بالمناعة بالنفسية. يعني بيعملوا إشياء مثلا بتضحك الناس، بعلمهم كيف يضحكوا حتى لو بدون سبب. يعني هو نوع من تريتمنت، نوع من علاج، هيدا عم بقوي لهم جهاز المناعة عندهم، عم يتعالج من أمراض سرطانية وإشياء تانية، يعني عم بتخفف عنهم كتير. دراسات بينهم كتير في إفادة لصحتهم. فهيدا هي التفاؤل، الإيجابية تكوني دايما، الجو اللي انت فيه، هيدي كلها لها دور بالمناعة. أكيد صح. مزبوط. طيب. لأنه الدراسات اللي بتقول عليها دكتورة فيفيان، انعملت الدراسات على ناس انحطوا في بيئة إيجابية وناس انحطوا في بيئة سلبية، والاثنين عندهم نفس المرض وبياخدوا نفس العلاج. بس شوف التأثير اللي بياخد الإيجابي أحسن من السلبي. طيب من طبعا أكيد التغذية لها دور كبير طبعاً. أيوة. إيش أهم الأشياء، وخلينا نبدأ بالتدريج مثلا الأشياء اللي تقوي المناعة أو التغذية اللي تقوي المناعة، بحيث الأمراض اللي بتواجهنا بشكل يومي يعني كالزكام زي ما ذكرنا، كالإرهاق، الصداع. هلا قبل ما نبلش بالأغذية بس لأقول شغلة مهمة، هي غير أنه سوء التغذية بيأثر على المناعة حتى السمنة. في ناس بتفكر مثلا مرات بيجينا على العيادة حدا كتير مليان وناصح أنه أنا مستحيل يكون عندي ناقص حديد أو مستحيل عندي فيتامين دي، بالعكس هن اللي عندهم سمنة أكتر ناس عندهم ناقص بالفيتامينات والمعادن، بيكونوا أكثر عرضة أكيد لضعف المناعة، لأنه معظم الأكلات تبعيتهم غير صحية، زيوت مهدرجة، سكر مكرر، يعني كله أكل ما في له أي فايدة غذائية، عم بيصير ضعف بالمناعة منها.
فهؤلاء الأشخاص أكيد نحن بننصحهم مثل ما قلت النوم جدا أساسي بعلي المناعة، لأنه قلة النوم والتوتر هالأمور مثل ما حكي الدكتور الرويدة بتأثر. إذا بدنا نجي على الأكل، كتير مهم يركزوا على الأكل اللي غني بالفيتامين سي، لأنه هي مواد مضادة للأكسدة مثل الكيوي اللي هو نمبر 1 يعني أكتر شيء في بقلبه فيتامين سي أكثر من أكثر من الأورنج. مظبوط، يعني كل حبة كيوي كبيتين بس كده سمع بس عشان كل الفيتامين سي الأوار هو البرتقال بس البرتقال اخذ سمعة منيحة يمكن عشان أرخص من الكيوي صح احتمال أو كمان متواجد أكثر صح دكتورة هو كل واحد اخذ سمعة بشي يعني مثل الكيوي هو نمبر 1 بالفيتامين سي بس البرتقال اخذ نمبر 1 بالدايت يعني غالي بالألياف أكثر من التفاح بنسمع نحن التفاح أنه كل تفاحة كل يوم تبعدك عن الدكتور لا طلعت كل برتقالة يوميا أكثر تمنعك من الدكتور فمثل الفيتامين سي مواد مضادة للأكسدة وفي شغلة مهمة وإلى علاقة بالمناعة كثرة أكل السكريات بتأثر على امتصاص فيتامين سي بالجسم هذه الناس يمكن ما كتير كمان فيها بيعرفوها هذه معلومة هذه بالنسبة لي معلومة صحيح يعني الشوكولاتات والحلويات وهيك نفس الشيء كثرة أكل الدهون والمقليات والوجبات السريعة بتأثر على امتصاص فيتامين دي والكالسيوم بالجسم عشان هيك كل العالم عنده هو أساسا هو نقص. موجود في فيتامين دي مزبوط. هو الدهون موجودة في فيتامين دي ما نقدر نمنع إننا ناكلها بس ناكلها من مصادر صحيحة وبكميات مناسبة لكن لما أنت جسمك أساسا يكون متكتل في الدهون يعني حتى الإبرة صعب تدخل أو أنه صعب الواحد يلاقي عرق في شخص يكون وزنه كبير ليه؟ لأنه بيكون كلها أشياء يعني بتمنع كلها دهون فيمنع وصول الفيتامينات على بتحتاج يعني بتكون كأنها عملت لك طبقة زي كأنك حاطة طبقة في جسمك تمنع وصول أي حاجات مفيدة أنت بتاخديها حلو أكيد حنرجع نكمل موضوعنا لليوم هل الأمراض زادت أم أجسامنا صارت أضعف مع ضيفتنا الدكتورة رويدة إدريس والدكتورة فيفيان وهبي نذكركم تقدرون تتواصلون معنا عن طريق رسائل النصيه اس تي سي 8477 موبايلي 640-660 وزين 7462-622 وكمان على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك على ALIF FM فاصل وراجعين طبابة ألف مع سحر عبد الله أكيد مكملين معاكم حلقتنا لليوم كنا جالسين نتكلم قبل الفاصل أو موضوع حلقتنا لليوم عن أسباب إصابتنا بالأمراض دكتور رويدة ودكتور فيفيان طبعا تكلمنا شوي عن الفيتامينات اللي تقوي المناعة أكيد رح نرجع نكمل مش بس هذه طبعا لكن خلينا أول شيء نتكلم عن الـ يعني الخلل اللي حصل في الأغذية أول حاجة لأنه هنا في كم رسالة قالوا لنا أنه أتوقع الأمراض هي لكن الخلل اللي حاصل في الأغذية فعلا الحين جاتني تغريدتين نفس الموضوع فإيش اللي ساير أو يعني طبعا احنا بتنصحونا ناكل فاكهة وناكل وهي كلها ما هي طبيعية إيش نسوي يعني نرجع للفيتامينات شوفي يعني زيادة عدد السكان بشكل مرة كبير ويعني كثير بينادوا أنه تحديد النسل تحديد النسل العمال بيخلي أنه يخترعوا طرق علشان ينتجوا من المحصولات الغذائية ما يكفي لاحتياج الشخص الناس اللي عمال بتتكاثر بالسرعة هذه فطبعا مضطرين أنهم يستخدموا هرمونات علشان تسرع في النمو يعني ما يستنوا أنها تأخذ وقتها علشان تنمو الخضروات أو الفواكه أو حتى الحيوانات أو أنها توصل خاصة ما تكون غير موسمها بالزبط. بالنسبة للفواكه والخضروات بالزبط. زراعة الفواكه والخضروات في غير مواسمها برضها لها دور الزراعة صاروا التعديل الوراثي اللي يعملوه أنهم يحقنوا الخضروات والفواكه بنكهات مختلفة أو عشان يدوها ألوان تكون أكثر ملونة أو يعني حاجات تعديل وراثي هذه كلها يعني عملت مشاكل في القيمة الغذائية حقة الوجبة اللي صار الواحد بيأكلها وصارت مع التلوث اللي تكلمنا عنه بالأول عوادم السيارات والتكييف والأشياء هذه
فصار من برا وجوا، يعني انت بتدخلي تلوث جوات جسمك وكمان من جوا كمان. صحيح اكيد كله بالتفاصيل مثل ما بتقول، خاصه الفواكه اذا يفضل ناخذها مثلا بموسمها بدل ما ناخذ كله اشياء معلبات، هيدي جدا ضاره. مثلا حتى المواد الغذائيه مثل الوجبات السريعه اللي بياكلوها الناس، هيدي كمان سبب رئيسي بضعف المناعه، لانه معظم الوجبات السريعه لما تاكلي مثلا برجر، اللحمه اللي بتاكليها من برا بتحسي طعمتها كانها بلاستيك. ليه؟ لانه كتير مضاف لمواد حافظه، كتير مضاف له حتى منكهات للطيب الاكل. صحيح، نسبه قليله اساسا اللي هو لحم طبيعي. مزبوط، يعني تقريبا فيني اقول 70% هي دهنه و30% لحم، بس عليها مواد حافظه للداين كرمال ما تتسممي لما بتاكلي هيك ما هيك اكل وجبات سريعه. هذه كلها اكيد بتضعف المناعه. المشروبات الغازيه بكثره، يعني كمان هذه كلها مواد ملونه اكيد. مواد الحافظه اللي بكثره، هيدي السكر اللي فيها. مزبوط، وبنفس الوقت نحن عم نتكل على غذاء منه صحي وما عم نركز على الاكل اللي بيعلي لنا مناعتنا. والبيئة نرجع دايما بنرجع بنعيد، والبيئة كمان كلهم مع بعضهم هدول طبيعي بدهم يضعفوا المناعة. فبتلاحظ الأشخاص ممكن بالشهر عم يمرض له مرتين ثلاثة، وسوء أخذ الأدوية. يعني بتلاقي واحد أول ما وجعه شوي عنده وجع بسلعيمه، شو بتقولوا له؟ أول ما يوجع بدغري بلش أنتي بايوتك. هيدي أكيد بيكون ما عنده مناعة. صحيح، يعني يكون جسمه تعود أساسا ما ياخد أنتي بايوتك إذا ما في درجة حرارة عالية وتحت إشراف طبيب. طبعا، وهذا شيء مكتوب في كل الصيدليات يعني. بس للأسف فعلا الناس تعودوا على المضاد الحيوي. فعلا تكلمنا كمان قبل كذا عنه، انه حتى الجسم يتعود عليه فيصير ما في يفقد مناعة. يبني هو مو يفقد المناعة، الجسم يبني اجسام مضادة له فيقدر يحاربه. فعلشان كده خلاص يضرب نوع الانتيبيوتيك هذا، لانه صار نعمل له مضادات داخل الجسم فما عاد يفيدك انت. طب دكتورة، بالنسبة للناس اللي متعودة تاخذ يعني فيتامينات ومكمل غذائي، زي ما تكلمنا انه في بعض الفواكه والخضروات ملوثة والكلام هذا كله، في ناس عايشة فعلا على الفيتامينات، يعني هل تنصحون بهذا؟ يعني انا دائما لما اقول انا ما اخذ فيتامين، كيف ما تاخذ فيتامينات وانت في السن هذا؟ يعني انه لازم تبدا تاخذ فيتامينات يعني على طول بأسمع لها علاقه أخذ؟ لها علاقه بالسلوك بالاسلوب، هو ما لها علاقه لا ما لها علاقه في هل لها، يعني السؤال انه هل لها علاقه او في سن معين بالنسبه للمراه والرجل يعني اللي يبدا لازم ياخذ فيتامينات، او مثلا عشان كمكمل غذاء بحيث مثلا غذائي ما هو متوازن؟ انا يعني اعترف ما افطر كويس، الغداء احيانا ما اتغدى، أيوة يعني عشان متاخر. اهو انت عارفه نفسك، عارفه اسلوب حياتك، بتقولي انا مثلا ما اكل خضار وفواكه كفايه كده، يعني البني ادم طبيب نفسه، انت عارفه نفسك ما بتاخديه ولا ايش رايك؟ مزبوط، بس انا بشوف انه دائما الانسان ما لازم يتكل على الفيتامينات، لانه انت فاتك ما حتكون مزبوطه من الفيتامين اذا ما كنت عم تاكليها من اكلك. يعني الاكل هو فيه الفايده، يعني ما يعوض. لا ما بيعوض نسبه عاليه، بس ممكن في انواع فيتامينات كتير بتنزل بالجسم انت بحاجه انك تاخديها كمكمل، بس ما بلغي الدور انه انا اكلها، يعني لازم انا اكلها بالاضافه للمكمل الغذائي. ما بيأدي ابدا اخذ فيتامينز لحالها، لا ابدا. حتى كمان مثلا في ناس بتشوفيهم بياخذوا فيتامين دي لحال، كالسيوم لحال، حديد لحال مثلا. صحيح، ما بتكوني عم تاخذي الافاده منها، لانه الفيتامينز لما يكون كمالتي فيتامين عم تاخذي كل واحد عم بيكون بالجسم افادته اكبر ما يكون لوحده. ومرات بيصير حالات تسمم من الفيتامينز، يعني ما في الانسان، انا كتير بجيني ناس شاريين كيس معقوله يعني يكونون اخذين سبلمنتس وكمان بيكونوا من برا مثلا هيك دوز عاليه، جرعات عاليه، كميات او عاليه وبشكل يومي، اكيد هذا كله ما بيسوى. كل شيء لازم يكون باعتدال حتى الفيتامينات. وما ضروري اخذ اذا انا ما عندي اي مشاكل، يعني بنسمع مثلا الاوميجا 3 كتير ناس بيقول لك بعد 30 فيك تاخذي. صحيح، اذا انا ما عندي مشاكل صحيه، ما عندي شيء، وباكل سمك 3-4 مرات في الاسبوع، ما في لزوم لاخذ اوميجا 3. يعني انا باخذها من اكله تونه وسمك ومكملات، يعني ما ضروري اكل اخذ مكملات غذائيه من الاوميجا. فهذا اللي بنعني فيه، اذا بتعرفي تحسبيها باكلك او يعني يستشير الواحد اخصائي تغذيه او على النت، ممكن الواحد يكون هيك شوي مطلع اكثر، ممكن يستغني عن المكملات الا بحال عندي انا نقص كتير عالي بحاجه لغذاء ومكمل. في الوقت هذا مزبوط. المفروض اني اخذ. طيب يعني كثير من الناس لما تاخذ الفيتامينات بتقول لك تجوع. يعني مزبوط، وبتزيد الوزن. حقيقي دائما نسمع انا اخذ فيتامين بجوع، هو حقيقي هو بستهيؤات يقول لك انه يتخن؟ هو طبعا فيتامين زيرو الكالوريز حقته، يعني هو فكره الفيتامينز بتسهل الهضم.
بشكل عام يعني كل أنواع الفيتامينات بتسهل الهضم. إذا أنا باخدها مثلا أخذت الفيتامين ححس بجوع لأنه سهلت لي هضمي، بس إذا أنت بتقدر تعمل كنترول على وجباتك ومش أنه كل ما يعني كل ما بحس بجوع بدي أقوم أكل، أكيد لا، في عندي نفسي. وجبات رئيسية في عندي سناكس باخدها، إذا ضليت منظمة مستحيل يزيد وزنك، بس إذا كل ما تحس الهضم يعني أكلت وهضمت وقمت بدي أرجع خلص عود أكيد بده يزيد وزنك. فهذه هي الفكرة. أنا معظم الناس بنصحهم عكس الصياد لأنه ياخدوا الفيتامين قبل الأكل أو أثناء الأكل، لأنه هيك حياكل فخلص يعني، أو ياخده قبل ما ينام إذا ما بيقلق، ياخده وينام وخلص. هو أحسن شيء، هو أحسن شيء ياخد الفيتامين وينام ما حيحس بشي. بس هو ما بينشط يعني الواحد، يعني في ناس تقول كده تأخذ الفيتامينات في الليل لأنه هو إذا أخده خلص آخر دقايق منه. لازم تقرأ يعني المكونات حقته، لأنه للأسف برضو في بعض الفيتامينات بيكون مضاف لها كافيين، فهذه يعني لازم انك تقرأيها. عشان كده بالإضافة انه الجسم امتصاصه للفيتامينات من العناصر الطبيعية يعني من الخضار والفواكه اعلى من ما انه يمتصه من الحبوب. يعني لما تاخدي حبة مثلا برتقالة جسمك يمتص الفيتامين سي اللي فيها، لكن لما تاخدي ممكن جسمك ما يمتص، وخصوصا انه في اغذية بتعيق امتصاص الفيتامينات لما تاخديها عن طريق السبليمنت يعني. فهذا شيء مهم انه نراعي، زي المعلومة اليومية اللي عمال أرسلها ده الأسبوع حقة الأنيميا، إنه في أغذية بناخدها بتكون بتاخدي دواء للأنيميا أو للنقص الحديد، وبالرغم من كده الحديد ما عمال يرتفع عندك لأنه في شيء بيخالف أو ضد صح؟ أثناء الدواء، فهو بس لو أخذ الحديد من مصادر طبيعية حيمتص جسمك كامل يعني. بس دكتورة هذا الشيء جدا يلخبط، يعني الواحد كيف يعرف إذا أنا عندي نقص حديد وعندي أنيميا؟ طب مهما اكل بيرجعوا الدكاتره بيقولوا لي لازم تاخذي عندك نقص. طب انا ايش اسوي في الحاله هذه يعني عشان برضو ما يصير في لخبطه؟ هون دائما نحن بننصح الشخص لازم يستشير اخصائي التغذيه. يعني مرات الناس تقول انا بعرف انا هذا، لا مفروض واحد يسال يستشير، ممكن يكون مشكله كتير بسيطه وبياخذ لها علاجات، وهي بمجرد تعديل اكله وتنظيم وجباته نستغني عن علاج، مثل امراض الكوليسترول يعني الشحوق اللي اكيد منا وراثيه، لو نحيف تلاقي عنده كوليسترول صحيح حتى لو صغير ممكن زاد وزنه وعم ياخذ علاج للكوليسترول بسبب السمنه ونوع اكله. هذا فينا نحن بكل سهوله بالدايت بنظام غذائي صحي وتغيير العادات رياضة، يعني الأشياء الطبيعية والهينة. نحن ما يعني أخصائيين تغذية أكيد اللي بيعطي النظام الصحي منه بيعذب الناس، هو بالعكس بيساعدهم ليتخلص من علاجه، بس منه حرمان أو جوع وعذاب، هذا منه منطق المزبوط تبع التغذية طبعا، علشان لا جسمك يتمرد عليك. يعني دوبو كان راسل لي واحد بيقول لي إنه هو عمل رجيم ونزل وزنه مرة كويس، ولما ترك الرجيم رجع، وهذه مشكلة الكل على فكرة، وسؤال أعتقد إنه بيجينا بشكل يعني متواصل، لأنه بيعملوا رجيم. في فرق بين تعمل رجيم وبين تغير عاداتك الغذائية. هم لو حاولوا يغيروا عاداتهم الغذائية ما راح يحتاجوا صحيح للرجيم، يعني بلاش يعملوا رجيم، ما إحنا طالبين يعملوا رجيم، يبدأوا بتغييرات طفيفة في حياتهم، واللي عنده القدرة إنه يزرع في بيته يزرع في بيت. يعني فعلا يعني انا كثير اعرفهم بيقولوا لي انهم هم بيزرعوا الطماطم والخيار يعني الخضروات في بيوتهم، وفي منهم عندهم بيكون بلكونه وبيزرعوا فيها. فاللي عنده القدره انه يزرع في بيته يجيب التربه، وعلى فكره مره يعني حتى شعور حلو، تحس كانك بتعتني بالطفل يعني، حتى طعمتها بتكون غير طبعا. يعني احنا هيك بنعمل ملوخيه والنعنع يعني هولي كل جدا جدا طعمتها بتكون مختلفه عن الاشياء اللي بتجيبيها متلجه من برا او من السوبر ماركت. والبذور متوفره مزبوط. يعني انك تجيبيها فعلا. خلينا نطلع فاصل اعلاني قصير، واكيد حنرجع نكمل حلقتنا لليوم، وكمان حنبدا نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100 و011-217-85-85. طبابة آلف مع سحر عبد الله. كملي معاكم حلقتنا لليوم، وكنا جالسين نتكلم عن أسباب إصابتنا بالأمراض. هل الأمراض هي التي زادت أو أجسامنا أصبحت أضعف؟
تغريدات جاتنا على تويتر سعدية نديل بتقول انه باعتقادها ان الامراض هي نفسها لكن اجسامنا صارت اضعف بسبب سوء التغذية. في كمان دكتور أحمد بيقول الأجسام هي اللي ضعفت من سوء التغذية إلى سوء لياقة إلى سوء أجواء الخضار مثلا كلها إبر كيماوية تحسين المنتج. في كمان دكتورة رويدة دكتور فيجان في تغريدة جاتنا على تويتر من المتفائل كان قريت اسمك صح حلو التفاؤل برضه بس تكلمنا عليه بداية الحلقة يعني بيسأل عن بيقول انه هل من الاشياء اللي تقوي المناعة التلبينة وهل عندكم فكرة عن محتوياتها وكيف عملها هو اتوقع غذاء الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول وصفها صحيح هي لها طريقة معينة كيف تعمل هي نسبة الكالسيوم فيها عالية وفيها فيتامينات عالية فيها الياف هي بتجي جاهزة دحين ما عاد في أحد يجيبها ما عاد في لا لا هي بيشتريها جاهزة من عند العطار بتجي العلبة كده وعليها طريقة العمل من إضافة الموية عشانها بتنطبخ كده بالموية وبس يعني زي المهلبية تتاكل وهي فطور مرة حلو بتدي طاقة يعني كمان حلو. طب الواحد لو بيصلحها يعني طازة يعني هو بنفسه يصلحها مش أفضل والله أو صعب هو يشتريها كده لأنه ما نعرف يبغالنا نرجع للأيام الرسول ونرجع نشوفك كمان بيقول انه اخذ ملعقه عسل الصباح وبعدها شرب الماء او بعدها بعشر دقائق كمان كويسه في العسل الصباح. جدا ممتاز خاصه انه كمان من الاطعمه اللي بتعلي المناعه هو العسل جدا ممتاز الحبه السوداء كمان يعني هذه كلها من الطب النبوي طبعا يعني صحيح بس انا دائما بسمع انه العسل ثقيل مره على المعده يعني ما اعرف اذا صحيح بيقولك حطوها في مويه ملعقه عسل بمويه كوب مويه تشربيه صحيح ولو حطيتي معها كمان ليمونه شريحه ليمونه او عصره ليمونه كمان يكون لانه هذا كله بيسهل الهضم واذا عاده المناعه مرات بتضعف من مشاكل الهضم يعني اذا الانسان عنده مشاكل بالهضم بتضعف مناعته صحيح. لانه بالمعده عاده في بكتيريا مفيده للانسان 70-80% من هالبكتيريا موجوده بالمعده اذا الانسان كثير بياخذ ادويه وغذائه منه صحي هيدي البكتيريا بتضعف عند الإنسان فبتأدي لضعف بالمناعة وأمراض كتير فنحن بدنا هاي البكتيريا المنيحة بنقلها بروبيوتكس إذا الناس بتحب تعرف شو هي البروبيوتكس بنحبها دايما تكون موجودة طبيعية بجسمنا يلي إلها علاقة كتير بالمناعة وموجودة بالزبادي صحيح يعني إذا ما أنت ضامنة موجودة في معدتك نتأكد يعني نختبر الاختبار بالمعدة هو في أكل بيتحول بالجسم للبكتيريا المفيدة مثل الزبادي مثل الهندبي الموز يعني على فكرة الأرتشوك الخرشوف هذا كله غني بالبريبيوتك بتحول بجسمك للبروبيوتك للبكتيريا الفايدة طبعا الهندبي هنا ما يعرفوها كثير هي من الخضروات الورقية اللي أنا مثل الملوخية يعني بنعمل بالزيت مزبوط بس صارت موجودة يعني بتلاقيها موجودة بالمطاعم أكيد في بديل لها يعني إذا في شيء خضار مثلا مشابه لها الملوخية زي ما قلت الملوخية السبانخ يعني الأشياء الخضروات الورقية بشكل عام بتكون جدا كويسة حلو طيب خلينا ناخذ أول اتصال اليوم ونذكر طبعا اللي حاب يتواصل معنا على 012-61-61-100 011-217-85-85 في معنا أحمد على الخط ألو يا أحمد معك أحمد هلا وسهلا فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل آمر دكتورة يمكن في سؤال بس أنا سؤالي غريب شوي بخصوص طبعا في أن نشوف أبراج جوال موجودة في المدن داخل المدن فالأبراج هذه تسبب أشعة وأشعات عادة مع مرور الوقت يعني تسبب الأشعة هذه مع زمن كذا يمكن تأثير على الجسم الإنسان سمعت قريت مقالة من زمان أن في بعض الأشياء الزراعة في البيت تمتص هذا الأشياء هل هذا صحيح هذا سؤال السؤال الثاني فأنا متى أستخدم مضاد متى أوصل مرحلة إني أستخدم مضاد أنا أروح لأي دكتور حلقك يوجعك خلاص على طول مضاد على طول ليش متى أوصل مرحلة هذه هل أني عشان أقوي مناعتي طبعا الملاعة عادة تصير من سن مبكرة يعني ما تصير من يعني بعد العمر يعني 20-25 ولكن متى أستخدم مضاد ألجأ المضاد بالنسبة لاستخدام المضاد طبعا تحت إشراف طبيب
ولازم تكون عندك درجة حرارة عالية، يعني ما عشان تستخدم المضاد وانت ما عندك درجة حرارة عالية، حتى لو انه مثلا عندك مشكلة صحية زي حاجة او ورم في يدك او انتفاخ او كده، لازم يكون مصاحبه احمرار علشان يكون في التهاب. يعني الاحمرار ودرجات الحرارة العالية هذه من علامات الالتهاب. لو اتجمعت كذا حاجة، مثلا عندك مثلا اسهال شديد مع حرارة مع قيء، هذا أكيد عندك مثلا مشكلة ولازم تروح للدكتور، وأكيد هو حيديك المضاد المناسب. في ناس يستخدموا نفس المضاد لوجع الأسنان، صح؟ يعني لوجع كل شيء مفروض، كله مفروض كل مشكلة وإلى مضاد خاص، يعني الفيروس أو البكتيريا وأنواع البكتيريا مختلفة. وفي كتير أطباء ممكن تعطي أول ما تروح لعندها دغري بيعطيك مضاد. أنا يعني بنجرب نعد للعشرة قبل ما أروح عند الدكتور. يعني بجرب بالبيت على الأشياء الدافية، بجرب أكل خفيف دافي، شوربات مثل مشروبات مثل البيبونج اليانسون مثلا، هيدي الأشياء بتدفي لك صدرك، بتضر الحلق شوي. إذا مش الحال بالأشياء الطبيعية، بحبتين فنادول مثلا هيك الأشياء الطبيعية مش الحال، ممكن تتحسني ما تكوني بغنى عن مضادات طبعا. إذا كتير الحرارة وضل في رشفة وبرود ممكن الواحد يلجأ، بس أهم شيء إذا أخذ علاج يستمر فيه. في ناس تاخد 3-4 حبات، أول ما تحس بتحسن خلص وقف العلاج، مثل ما تكمل الكورس فعلا، ما تكمل الكورس المضاد. هيدي على فكرة إلها ردة فعل أكبر على صحة الإنسان وضعف مناعته، فعشان هيك المفروض إن أخذ العلاج كامل، السايكل بتكون كاملة. ومثل ما قال دايما عد للعشرة قبل ما أروح عند الدكتور، يكون عندي عوارض عن جد عالية. مزبوط. أنا علشان ضمن إنه مناعتي عالية بسبب مرض الروماتويد، لأنه من أمراض المناعة العالية، فيعني فعشان كده ما أكمل أنتبيوتيك، بس لا حد يسمع كلامنا. بالنسبة كم يسأل على حاجة تخفف من التلوث البيئي اللي في الغرفة ولا شيء، وفعلا الزرع من الأشياء اللي ممكن إنها تخفف، لأنه خصوصا إنه بيمد، يعني في النهار زي ما درسنا في المدرسة إنه بيدينا أكسجين وبياخد ثاني أكسجين، صحيح. فالواحد ممكن يحط عنده زرعة والزرعة في غرفة الجلوس مش في غرفة النوم. ممتاز، هذه برضو فكرة حلوة وسهلة. أيوة. وتعطي كمان بالصبع. منظر حلو أكيد. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال، في معنا أحمد الحربي. ألو يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي أحمد، بس قفل الراديو الله يرضى عليك، سمعنا عن طريق التليفون، البث متأخر. طب أنا بالنفس الدكتور اللي عندكم تتكلم عن القانون. أخوي قفل الراديو أول لأنه حينقطع الخط كذا، معليش. طيب انقطع الخط. أكيد اللي حاب يشاركنا يتصل علينا على 012-61-61-100 و011-217-85-85. وفي معانا أيمن. ألو أيمن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا عندي استفسار يا أختي وسؤال. تفضل آمر، سؤالك استفسار. أنا بالنسبة للسؤال، إيش أفضل يعني أكلة يكون فيها فيتامين دال؟ لأن عندي فيتامين دال أنا مرة ناقص 6 طالع عندي. إيش هو؟ والسؤال استفسار عندي، أنا أخذ حبوب فيتامين دال جبتها من الأردن يعني في الأسبوع مرة واحدة. كم أفضل وقت؟ كم الجرعة اللي جبتها؟ كم الجرعة اللي تأخذها كل يوم؟ والله ماني متذكر، جبتها من الأردن بس ما طلعت فيها، صرت أكل منها حبة بالأسبوع. هيك منك لوحدة؟ هي حبة واحدة بالأسبوع أخذها. طب هو بيكون مكتوب رقم يعني ملفت للنظر، 1,000، 5,000، 10,000، يعني إنه بتكون أرقام كبيرة كي تلفت نظرك لما أنت طالع على، ما بتكون فيتامين دي لوحده. أيوة. فإيش الرقم اللي مكتوب عليها؟ عملت دور عليها جماعة سريع. دور عليها ما مو باينة دكتورة، بس هي أكيد جرعة عالية بما إنه واحدة مرة في الأسبوع. مكتوب 5,000. أوكي، هي جرعة عالية. مظبوط. أيوة. استفساري هو في أي وقت أخذها، صباح ليل نهار؟ الله يعطيك العافية. طيب أول شيء بالنسبة للتحليل عندك 6 أكيد يعتبر جدا منخفض، هو الطبيعي فوق 30. وبدنا نركز غير الفيتامينز مثل ما قلنا على الأكل، إن كان بده يركز على الأكل أكيد الحليب واللبن والزبادي المدعم بالكالسيوم مع الفيتامين دي، بالإضافة للسمك والسردين. يعني السردين ما كتير ناس بتاكل سردين، هي الفكرة بالسردين العظم اللي بقلبه، نحن بنقول حسك هيدي غنيه بالكالسيوم. بس هنا غنيه بالكالسيوم فيتامين دي، غنيه كثير بالكالسيوم والفيتامين دي جدا عاليه. حتى التين جدا مهم لانه غني كثير كمان بالكالسيوم، بزياده مضبوط. فكمان بالاضافه للتعرض للشمس، يعني لازم على القليله نص ساعه يوميا نتعرض للشمس، هيدي كغذاء وبالنسبه اكيد كعاده انه اتعرض انا للشمس. الشغله الثانيه قد ايه بده ياخذ الجرعه، هو اكيد حسب التحليل عنده، هي جدا منخفض ممكن ياخذ
حبة مرة في الأسبوع مع انتباه على الغذاء. أحسن وقت هي ممكن يأخذها أيمتى ما كان، بس أفضل شيء مع الوجبة الغداء، يعني مع الوجبة الرئيسية اللي عم يأخذها على الغداء أحسن امتصاص للفيتامين دي هو مع الغداء. حلو. طب دكتورة متى يعمل التحليل؟ يعني كيف الواحد يرجع يتأكد أنه ارتفع حيث أنه يقلل الجرعة أو يغير النوع 5000؟ كثير يعني. مزبوط، هي عالية ومش أي إنسان مسموح يشتري 5000، لأنه الفيتامين دي من الفيتامينز اللي بتعمل لتوكسيسيتي تسمم إذا بتخديها بكمية عالية. فمفروض بعد 3 أشهر بيرجع، لازم يعمل بس يخلص علاجه 3 أشهر، بيوقف أسبوعين، بعد أسبوعين بيعمل تحليل. ما فيك توقفي اليوم وبكرة تعملي تحليل، بأثر ما بيديك النتيجة المضبوطة. طيب طب وبعدين السؤال، يعني أنا بسأل هذه الأسئلة كنت أخذ فيتامين دي فعلا عندي نقص زي، بس كمان السحر في شيء بالنسبة لفيتامين دي كمان أنه ما يأخذ مسهلات كثير أو الأدوية اللي بتمنع امتصاص الدهون، من أدوية التخسيس اللي بتمنع امتصاص الدهون هذه كمان من الأشياء المسببة لنقص فيتامين دال. فنحاول انه نبعد عن الاشياء دي. ولازم في الحمية الغذائية انت عندك تقريبا 30% تاخديها من الدهون، تكون مقسمة بين الدهون المشبعة والغير مشبعة، لانه فيتامين دي من الفيتامينات اللي بتدوب بالدهون. فلازم انها تدخل الجسم عن طريق الدهون، فمهم جدا انه الواحد يعني ياخذ النسبة الصحيحة. عشان كده بنرجع نقول احنا ما بنقول روح عند دكتور تغذية او استشاري تغذية علشان يعمل لك نظام غذائي، روح له عشان تستشيره كيف تاكل صح، مو شرط انك تعمل إيه فعلا. طيب سؤال بس اخير بالنسبه للفيتامين دي، لما يرتفع يعني وبعد التحليل الثاني ويصير مناسب كويس، وكان مثلا يتعرض للشمس، كان في اجازه وبيكون في بحر او شيء، يوقف وقتها الحبوب؟ ممكن يوقف طبعا لما بيكون بتعرض للشمس، لازم يوقف الحبوب وإلا يصير هو مو لازم. إذا نفس مرة شديد، في ناس بيكون عندهم مرة شديد زي هذا، زي ما بالنسبة لرجل يعني بيكون يعتبر شديد، فهو يفضل أي أدوية ما توقفيها بدون استشارة الطبيب. يعني هذا جدا مهم، بدام هو كتب ولا تاخديها من راسك ولا توقفيها من راسك، يعني مرة مهمة المتابعة أثناء أنك أنت بتاخدي الفيتامين، هذا مرة مهم. يعني لغاية لما يتعدل، وفترة 3 شهور فترة ما هي طويلة. إذا حسيتي أنك أنت عمال إيوة مسافرة ومنطقة بحر وإنت طول الوقت على البحر وبتتشمسي، وإذا صار طبيعي وبتاكلي كمان كده فساعتها أيوة إذا صار طبيعي خلاص فيك تاخدي حالة التثبيت. ممكن في جرعات بتصير جدا قليلة ممكن تاخديها عادي، الريكويرمنت هي 800 وحدة، احنا هو عم ياخذ 5000، هو الانسان العادي بده 800 اجمالا اللي بعمرنا يعني. اكيد غير الحامل وغير الاطفال والكبار. حلو ممتاز. طيب حنرجع اكيد ناخذ اتصالات كمان، لكن بعد ما نطلع فاصل اعلاني قصير في معنا عمار، اذا تقدر تنتظرنا ثواني على الخط، اكيد راجعين لكم بعد شوي. بابة ألف مع سحر عبد الله. مكملين معكم حلقتنا لليوم مع ضيفتنا الدكتورة رويدة إدريس والدكتورة فيفيان وهبي، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، وكنا جالسين نتكلم عن أسباب إصابتنا بالأمراض، وهل الأمراض هي اللي زادت أو أجسامنا اللي صارت أضعف. رح نرجع ناخذ اتصالاتكم على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. تكلمنا طبعا كثير، يعني اتوقع ما فيه الكفاية عن فيتامين دي، لكن في معلومة قلتيها قبل شوي دكتورة فيفيان في الفاصل، يعني انا ما كنت اعرفها فحب انك تعيديها على الهواء، لانه كثير ناس تسأل شو سبب نقص فيتامين دي. بيقولوا لي احنا كل نهار بالشمس، خاصة الشباب المهندسين مثلا كل نهار بالشمس وباكل مظبوط وكل شيء تمام، وشو سببه؟ سبب من الدراسات الجديدة انه كثرة الاوبيزيتي السمنة بتمنع امتصاص فيتامين دي. يعني انا اذا كثير باكل فاست فود، وجبات سريعة من برا، باكل كثير اشياء في ملح وسكر نشويات ومقليات، هذه كلها بتأثر على امتصاص المغذيات بقلب الجسم،
فهذا سبب رئيسي. لا هلا اكيد بعدهم الدراسات لا يعرفوا هل السمنه هي عم تعمل فيتامين دي ولا نقص فيتامين دي عم يعمل سمنه. بس لحد هلا هيدي من الدراسات طلعت. ومرات بيكون سبب عدم نزول على الوزن او سمنه البطن هذا كمان من نقص فيتامين دي بقلب الجسم. يعني صار فيتامين دي محور اهتمام الجميع. اول تحليل بنعمل مع التحاليل اللي بنعملها للسمنه وفيتامين دي اساسي معه. حلو المعلومه هذه يا دكتور, يعطيك الف عافيه. ناخذ اتصال, خلينا نشوف مين معنا. احمد, هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد الحربي. احمد الشريف, هلا وسهلا فيك, تفضل. عامر, يا ما يمر عليك يا ظالم. احب اسلم كمان على دكتورتين. الله يسلمك. اهلا. انا مريض سكر. سلامتك. الف سلامه. الف سلام عليك. الله يسلمكم. واخذ 4 إبر في اليوم. صراحه نفسيتي تعبت, ماني عارف ايش الوضع. عندك تايب 1 النوع الاول؟ اي. اوكي, يعني لازم الانسولين. اكلك منظم؟ السكري عندك منظم ولا ما كثير منظم هالموضوع؟ والله ما يعني بياخذ 4 إبر ما اتوقع. لا ممكن جرعات حسب. كيف جرعاته؟ باخذ 14 قبل الفطور و14 قبل الغداء. اها. وباخذ 20 اللي هو المنظم. وباخذ قبل العشاء 14. طيب ولما بتعمل تحليل السكري كيف بيكون عندك اجمالا؟ اليومي يعني المعدل كله بيكون عالي او نازل اخوي؟ اوقات يكون عالي واوقات يعني غير منظم. بروح في غيبوبه والتراكم يعني على طول بروح في غيبوبه دائما. طب قد فكرت تعمل الانسولين بام؟ تحط الجهاز حق الانسولين, يعني اعتقد انه هذا بالنسبه لوضعك ينظم السكر. صحيح مزبوط. هلا هي اللي هو الذكي, يعني الذكي لانه هو بيقيس لك انت ما انت محتاج تعد الكارب حقك او النشويات. بس حسب كبير. كمان كم عمرك؟ ايوه بس يعني في اشخاص كبار بيحطوه اذا حياتهم ما هي منظمه, خصوصا الدكاتره ممكن ياخذوا الانسولين. ممكن توصلوني للمكان او للشيء هذا؟ اكيد ممكن تاخذ طرق تواصل من ممكن. خليك معنا على الخط. هيدي نصيحه. ونصيحه تانية هو اذا بس بنظم اكله, يعني بيعمل حميه غذائيه خاصه بمريض السكري ونحن بنكون عارفين قد ايه عم ياخذ جرعات, بنقسم له اكله حسب جرعاته بتنظم السكري ومن بيؤدي لانه ننزل كميه الانسولين اكيد بالتعاون مع طبيبه. وكثير بحس حاله احسن, لا بيعود عنده لا كوما اغماء ولا بيصير عنده ارتفاع. بيصير عنده طبيعي الموضوع. بيحاول يعود نفسه على نظام غذائي 100% بيقدر. حتى قصه مرات كثره الانسولين تحس الانسان انه حاله حاسس مكسر. صح. ما عنده نشاط. صحيح. هيدا الشيء بتروح منه لما نبلش نقلل الجرعات. وله سايد افكت على فترة المدى البعيد. فهو بكل اكيد 100% بيقدر نخفف الجرعات اذا بيلتزم بحمية غذائية خاصة بوضعه. بس هو واضح انه صعب, يعني صعب انه ينظم لانه يعني شكله عنده سكر من زمان. مع مساعدة شخص متابعة على طول بالتغذية اكيد بينجح, ما في شيء صعب. بعدين دكتورة يعني فعلا احنا سمعنا كثير عن ناس عندهم السكر بس مع اتباع حمية غذائية ونظام مرة ارتاحوا. هو شكله بياخذ جرعات عالية الانسولين عنده السكر ما بياخذوه فعلا, عشان كذا بيروح في غيبوبة. يعني المفروض يعني اكله ما منظم للي عم ياخذ. ما بيعرف يمكن هو ينظم قد عم ياخذ انسولين مع اكله. هيدي كلها على فكره الواحد ممكن يتعلمها وبتصير يعني بتتعود عليها. بيعرفوا لازم مريض هالموضوع. السكر يروح يتعلم كيف يعد السعرات الحراريه وخصوصا النشويات. مزبوط. بالمقابل ما يعني برا مع الانسولين الاطفال اللي بيكون عمرهم 2 و3 سنين اللي بيكون عندهم سكر بيعملوا لهم تدريب على ايش اللي ياكلوه ومتى ياكلوه. يعني مو ياخذ الابره ويقعد يستنى مثلا على ما ينحط الاكل او على ما ينطبخ, لا يعني ياخذ الابره وهو على السفره نفسها على طول ياكل في وقتها. يعني هي توعيه الموضوع. أيوة توعيه وتعليم. محتاج بس مثقفه سكر ومحتاج اخصائيه تغذيه مع الطبيب, وبالاضافه لحاله الاكتئاب اللي داخل فيها اكيد محتاج دكتور نفسي معاه. اكيد جماعه الخير يعني الواحد ما يهمل السكر بالذات. يعني دائما احنا بنقول كثير دكاتره استضفناهم بيقول لك اذا صاحبت المرض صحيح حتعيش صح مره مرتاح وطبيعي يعني عادي ما حتواجه اي مشاكل. طبعا بعد الله سبحانه, لانه حميه مريض السكر هي الحميه الصحيه اساسا اللي مفروض حتى الشخص الطبيعي يمشي عليها. يعني اكيد. خلينا ناخذ اتصال كمان. في معانا هاشم. هلا وسهلا فيك يا هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, تفضل. لو سمحت انا عندي مشكله مختلفه. انا عندي الوزن ما بيزيدش نهائي, وعملت كل التحاليل والفحوصات بالنسبه للديدان او
حاجات بس ما بتيجي كلها سلبية. ووزني خمس سنين مش عاي ما بيزيدش ولا بيقل عن 62 ل 63 كيلو. كم طولك؟ كم طولك؟ 76 175 176 176 والوزن قد ايه؟ وزني 62 ل 63 كيلو ما بيزيدش ولا بيقل عن كده. خمس سنين متواصل بحاول ان انا ازوده ما بيزيدش. طيب عندك مشاكل بالمعدة شيء؟ لا الا فتره قريبه جدا ما فيش من حوالي شهر كده اهوت كان حصلت لي بكتيريا في المعده. اوكي هيدا هو السبب الرئيسي. وشغله ثانيه انا ما كنتش بعاني من الجزئيه دي. الجزئيه دي ظهرت من شهر واحد بس تعبت جدا فلما دخلت المستشفى قالوا لي ان في بكتيريا في المعده. ما انت ما كنت عارف يعني هي موجوده وانت ما انت عارف. مزبوط. هلا في شغله كمان هاشم انه وزنك لطولك مؤشر السمنة عندك 20 يعني ما عندك مشكلة انه عندك انت نحيف او مشاكل يعني مشكلة النحافة انه يعني انا اشوفك هلأ لك كتير نحيف هيدي منا موجودة. اذا انت منك مزعوج من الشكل الخارجي ومنك مزعوج صحيا يعني نشاطك جيد حركتك طبيعية منك مزعوج يعني منك هزيل حاسس حالك هزيل فيك تضلك مثل ما انت صحيح. بس النصيحة يعني ايه. زي خمول يعني ممكن يكون أنا شغلي طول اليوم في خارج المكتب يعني ايه فهيدا على الحر والشوب ما هو مو معناته انه وزنك مثالي يعني جسمك صحي. ما هو ممكن تكون انت ما بتشرب موية كفاية وبتعرق لما بتخرج فهذا حيعمل لك هبوط. ممكن تكون بتقعد طول النهار ما تاكل وبتاخد اخر النهار وجبة هذا حيعمل لك هبوط. ممكن بتكون بتاكل نوعيه من الاغذيه اللي ما بتتحول في جسمك لسكريات تديك الطاقه الايجابيه هذا كمان حيعمل لك هبوط. صحيح يعني. اكيد واكيد بننصحك تعمل رياضه يعني الرياضه بتنشط لك الدوره الدمويه وبتنشط لك كل جسمك. اذا تلعب شويه سبور وتعمل شويه عضل خفيف هذا الشكل الخارجي اكيد حيتحسن لانه وزنك جدا طبيعي لطولك. يعني ممكن بالرياضه ببناء شويه عضل يزيد له كم كيلو بكون هيك مبسوط يعني اذا كان مش راضي حتى اذا مش راضي مظبوط بس صحيا ما في شيء. انا متزوج هو هاشم للاسف هاشم معد صار معانا على الخط. هي مين اللي يعني مشكلته يمكن انه بيشتغل برات الحر وحيط وبينسى ياكل طول النهار فبيشعر بهبوط. اكيد اي انسان هيك بيمرق بهالشيء ممكن أيوة. ستريس الشغل لحاله بخليك تحس بهبوط. خلينا ناخذ اتصال ثاني كمان نشوف مين معانا. الو 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 يا الو. طيب اللي معانا على الخط الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا من معانا؟ عبد الرحمن. اهلا وسهلا فيك عبد الرحمن تفضل على السريع. بسأل الدكتور عن السمنه. اي تفضل اسال سؤالك. انا الان طولي 168 والوزن 122. حاولت كذا مره ابدا بالتنظيم وابدا فيه شهر شهرين ما ينقص الوزن يزود بغرامات. طيب انت بتبدا تفضلي بالدور احد يحدد مين يرد عليه. لا فيفيان تفضلي. عامل تحاليل شيء اول للسمنه؟ جربت تعمل تحاليل تشوف اذا في اي مشاكل صحيه عم بتؤدي لزياده الوزن؟ لا الحمد لله سويت تحاليل ما في اي مشاكل كله طبيعي. طيب شو نوعيه الحميه اللي انت ماشي فيها؟ شو الحميه اللي انت عم تتبعها؟ عن الوجبات السريعه وعن كل شيء يعني مثلا الفطور والغداء وكذا اشياء خفيفه مثلا بيض مسلوق زبادي. اي ما بتدخل خبز عيش مثلا شوي بقلبه سلطات؟ لا انا استمريت كذا مره جزمت استمريت لكن ما في اي نتيجه ما نزل مره. طيب بقول لك لقيت زايد. حالك رايي بالموضوع واكيد الراي الثاني حتاخذ رايين. اول شيء انا ما بامن انه في انا عملت حميه وما شفت نتيجه هيدي مستحيله بالحياه مستحيل. اكيد في سبب يا اما قله تنظيم الوجبات يا اما الغذاء اللي انت عم تمشي الحميه منا مناسبه لك يا اما ما بتتحرك ما بتعمل سبور نومك منه منظم ما بتشرب يعني في اسباب عده وفي لخبطه هرمونات ممكن تمنع نزول الوزن او ممكن تكون ما عندك ولا مشكله صحيه ولا شيء بس مثل ما عم اقول لك الغذاء منه مناسب معك فهيدي إلا أكيد حل. هيدا بالنسبة لرأيي ما في شيء أبدا أنا وزني ما بينزل إلا إذا في هرمونات هي اللي عم تسيطر على الموضوع وإلى علاج يعني كمان وإلى علاج صحيح. عشان كذا لازم الواحد دايما يعمل تحاليل يعني لما نتكلم قبل الفاصل عن أنه مفروض كل مرة في السنة الواحد يعمل تحاليل شاملة ويعرف إذا عنده لخبطة هرمونات أو أي شيء. بالنسبة يعني الواحد لما يجي يبغى يقدم على حمية غذائية ومن نفسه ما يبغى يستشير دكتور تغذية ولا يبغى يروح ويتعب نفسه لا يدخل النت يعني لا يدخل ويطلع حمية من النت لأنه النت ما هو شايفك لو شايف حجم جسمك
هل انت من نوع اللي عظمتك عريضه، هل انت من نوع يعني ما يقدر يقول لك، حتى انا ممكن اشوفك يعني وزنك تقول لي هو اشوفك انك وزنك عالي، ولما اشوفك قدامي احس انه ما انت تخين مره لانه انت بنيتك عريضه يعني، فيختلف. عشان كده مهم انه الواحد انه يكون قدام واحد شايفه هو اللي يقيمه. انت ما تبغى تروح، انت قيم نفسك، امسك ورقه وقلم لمده 3 ايام، كل شيء تاكله اكتبه، اعمل يعني نفسك شغلتك كده، وابدا بعدها شوف انت شايف، عارف الدليل الصحي، ما حد فينا ما يعرف ايش الاكل الصحي وايش الاكل الضار وايش الاكل اللي يتخن وايش الاكل اللي طبعا اكيد. ابدا انت احذف الاشياء اللي انت حاسس انك بتاكلها ومفروض انك ما تاكلها، وخلي الاشياء استبدلها، مثلا باكل حلاوه باكل شوكولاته، طيب انا مو كل يوم حاكل شوكولاته، اذا باكلها 3 مرات في اليوم هخليها مره واخذ نوعين من الفاكهه، مثلا اخذ موزه وتفاح. اذا انا شخص احب اكل حلاوه دائما، اوكي انا باكل عيش ابيض حصير اكل عيش اسمر، باخذ الحليب قليل كامل الدسم حاخده قليل الدسم، يعمل شويه تغييرات. وهذا الرجيم اللي يعمله، مو رجيم زي ما قلنا، تغيير في اسلوب الحياه لحياه صحيه. وبمجرد انه يكتب يعني بمجرد انه يكتب شو بياكل بينزل وزنه، يعني انت حيلاحظ الفرق، حيراقب نفسه. أيوة. كثير بتساعد يعني اللي عم يعمل حميه غذائيه اذا كتب بس شو بياكل بينزل وزن لحاله، بتصير تعملي كنترول، بتسيطري اكثر، بتنتبهي بتوعي اكثر. لما تكوني عارفه انه في احد بيراقبك تلاقي نفسك منتبهه لشعرك، منتبهه لشكلك، منتبهه لطريقه كلامك لجلستك. فانت تخيل لما تكون الانسان على نفسه رقيب، ربنا قال انه الانسان بيكون رقيب على نفسه، هو احسن رقيب يكون على نفسه. صحيح. طب دكتوره بالنسبه للسناك يعني الوجبه الخفيفه اللي يعني انا بلاحظ نفسي لما بدات، على فكره انا بدات برضه اغير نظام اكلي يعني ومتبعه وبسمع الكلام، بس بجوع كثير، بجي بالعشاء بأخرب كل اللي سويته في الغداء والفطور. هيدي على فكرة الجوع بالليل هو بسبب فدوى هنا معنا في الكنترول بتأشر انتهى الوقت. سؤالي جاء متأخر، بس إذا بدك تسيطري على جوع الليل بدك تنتبهي على فطورك بالصباح لوحده. الفطور إذا بتركز عليه بيخلي لك شهيتك مسيطرة عليها أكتر، والنوم النوم كثير اشتغلي على النوم. والزبادي أحسن سناك في أحسن أي سناك. وقت مع شوية نخالة حيشبك وحيكون مرة مع الأصغير يعني ممتاز. للأسف انتهت حلقتنا، كان ودنا أكيد يعني ناخذ زيادة اتصالات والمواضيع ما خلصت يعني. دكتور رويدة، دكتور بيبيان، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية على المعلومات الرائعة. نتمنى الكل انبسط واستفاد معنا في حلقتنا لليوم. هنا أقول لكم فمان الله، وأترككم مع فيتامين كابتن ريما، وألتقي فيكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد. فمان الله.